يلا ها مسك يلا يلا ما في طعم ما في يبالي قصة عادي ايش بك انت ليه ما تحكم عن نفسك؟ انا اهتم بنفسك ليه ما تهتم انت ليه ما تتعلم؟ كل ما يعرفنا معاكم عبد الله عبد العزيز اسمع اشتركوا بالقناة اعطونا احلى لايك واذا ما انتم مسويين جرس التنبيه اضغطوا امه كلنا ايوه انا عبد الله كل احد بيتفرج هذا الحلقة الان كلنا نعشق شيء اسمه حلا يا عبد الله ترى يحب التشيز كيك نمبر 1 طبعا ايش يعني احنا اخوان لازم قلت قبل كم حلقه بومبي لا 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 دونات مين ما يحب الدونات هذا زي السلام عليكم يعني هذا ما يعني المهم خلاص احنا خرجنا برا الموضوع المهم بس المشكله البودز لو نتحمس شويه وناكل زياده على المزاج كده حيكون شكرا يا ولد ايش هذا حتى في سره في سره اللي بيسال ايش دولاب عبد الله عبد العزيز فقمة عبد الله بشهر الكام 12 سدت موضوع ريبوتز عبد الله لقى منتج يا عبد الله ما اقدر اتكلم وانت تفجع بطنك يا شيخ الا بطني قبله عبد الله لقى منتج في الانترنت اول ما تاخذ الحبه يشيل لك طعم الحلو من فمك يعني اول ما تستخدم المنتج بعد تاكل شوكولاته ايش يصير لك كانك تاكل شيء صلب بس ما في شيء يعني على قولهم انه يخليك ما تاكل وتشتهي الشيء الحلو اول ما نستخدم هذا المنتج حيروح شيء اسمه طعم الحلو من فمك كل واحد مننا جمع اربع حلا انا جبت اربع حلا عبد الله جاب اربع حلا ما نعرف الثاني ايش جاب فانا عبد الله حنستخدم المنتج في نفس الوقت كل واحد مننا يدوق الثاني ولازم يحذر ايش هو الله الله حط صوتك قاعد عشان بوصل صوتي للبيت جيز انا تعب جد اوه ماي جادنس حطه في لسانك يذوب تحت لساني ولا فوق لساني انت تاكل من تحت لسانك تعرف الكلاب يشربوا المويه من تحت لسانه يعني ايش قصدك يعني اكل انا قلت انت قلتها لا تسووا اللي تشوفوه عشان احنا نسوي هذه الاشياء عشان انتم ما تسووا ريتو نعناع احسن بالله العظيم اسمع اقول لك تحلف ليه عشان يصدقوا هذا تعرفوا عند الكاشير بيديك نص ريال بس ما في نص ريال يديك حبه لبان لابو كلب رخيص هذا ريحته قول اسمه نعناع بس ايش اقول لك طعمه بولو ايه بولو احنا نسويها عشان اقول لكم لا تسووها انتم بس اللي عليكم بتعطونا بدا يشتغل ما صرت اذوق النعناع نجح الاختبار اللي يكون يبقى للابد هذه مشكلة لساني عبارة عن تراب لسانك حصانك لسانك حمارك لسانك حصاني لسانك حمارك ساحة خلاص انا احط الاشياء في ملعقة عشان ما بعض يزيد روح 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 انا حشرح لهم يلا روح حيروح طيب عبد الله للمعلومية بعد الحلقة لا حد يوزن وزنه بس انا بس بوريهم في دي الكاميرا ما يضحك دحين الناس عارفين بس انا ماني عارف يا ناس كل حلقاتنا كذا ايش؟ لا لا طالع قدامه واشرح لهم ايش بتشوف يضحك لو جبت لك رملة اسمع بالسكر هذا انا مين ها؟ وصل الحق جوا بلعته صفقة لعبد العزيز العزيز 2017-16-17 راح احنا بس نشوف الفوز انا وقلبي سمع عليك ملغ المتابعين عرفوا ايش هو الحلا دحين جاهز انت جاهز اسمع بس خلينا نسويها زي لقمة الفول لقمة الفول طب تمسك يدي ايه اكيد الحلقة غريبة ونجيب خنزير معاه يلا يلا فك فمك لا فك فمك يلا 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 بسرعة يلا 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 الله طلعتك دي الحشرة يلا وان تو يلا فكر فمك يلا 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 الان لا ليش ما في طعم ايش دحين ما في طعم كوتن كاندي ليش المنتج ابو كلب كيف عرفت مشعر واو قول الناس ايش حسيت ايش طعم الدحين انا حسيت حشره شيء صلب بس. لا بس وكمان ما في طعم ما في حل عبد الله لا هنا لما ينزل تحل طول عمري ما كنت تعرفه وانا صغير كنت ابغى الشعر السايح عشان اسقيه ويصير كذا وبعدين يغطي جبهتي اظن شفت دحين واقف خلاص مو راضي لا دحين هذا هو بارد كمان ايوه عصير كان في الثلاجه بس يلا شيل خشمك شيل خشمك ايش ذا
صورتي. قول والله ايش اسمع. انا عرفت انه غازي. ليش؟ احساس لما تعرف لما انت بتصب في الماكينه اللي هذا وما يطلع لك مثلا بيبسي يطلع بس الغاز. إيه؟ هذا طعمه مويه غازي. ليكون مويه غازي. مويه غازي؟ لا طعمه مويه غازيه عشان فيه بابلز فيه طرقع. طيب هو مشروب غازي صح؟ هذا ما في سكر. تصور مره ثانيه. خسرت تصور. ايه دخله في غشمك يا غشاش. دخله في غشمك يا ريحه يبان الحين برندا. ايه خلاص الله كاين. ما اخذتها. ايش؟ ما اخذتها يا عمي. قلت غازي. لا شميت. قلت غازي. طيب غازي انت ون انا ون. ايش الحزورتي كانت؟ شي غاز. نص العلامه تديني. طيب تاخذ نص واحده ونص. ايش طعمه؟ غازي. يبوك شرب. ايه صح. ليه تبغى تشرب من ورايا؟ لا ليش؟ ليه؟ ليش احنا اخوان؟ كل فمك بكتيريا. من حسن فمك انت. شوف حتى المشاهدين يبغوا يدوقوها. واو يعني شيء طعم. سد فمك ها خلاص عشان من الان. ما راح ادوقه من اذني؟ قصدي غصب خشمك. اهو سد. يلا يلا. هي قول لي. ايش اشرح للناس ايش هو؟ لا تبلعوا لا تبلعوا لا تبلعوا. ايوه معلي شكله. اخذ منه معلي. ايه هو معلي. لا والله معلي. ما في طعم معلي. كيف عرفت؟ عشان نمبر 2 حلا ام علي. ما في طعم ام علي. بارد. ليه بارد؟ ايش تبغى اجيب لك هو حارب عاد يقول ام علي. طب ليه ما قلت ايس كريم؟ كنت اقول بعدين لقيت زي اللوز. الان حاسه التذوق يروح. الحين جيب لي شيء سكر ما عندوقه. انا الحين ما ذقت ام علي حتى بحلبي ما في ام علي. لكن من هيئته زي ما يقولوا. تكستشر. الله عليك يا تكستشر. تكستشر. اتس تكستشر. تشتوش. تشتوش. مين يفتكر تشتوش؟ هذا كان هانا مونتانا حقك. اللي يعرف تجتوج اظن احنا الوحيدين بس احنا مكسبين وشكلنا. انا وانت كنا تجتوجيين. يعني الريبورتر يعني شلته. هي شله تجتوج. يلا تعال عبد العزيز ريحته مشهوره. يلا يلا. And... وين رايح؟ عيني حقول مسك. يلا ها مسك. يلا يلا. ايش بس؟ ايه طعمه مثل كيف زي العسل. عسل؟ لا مو عسل؟ والله العظيم التخضير ما في طعم ما في. طب ليه قلت لا؟ كانه زيت. خلاص هيئة عسل عسل ما ادري. قلت لك عسل مع زيت زيتون قاعد اقول لك ما ما ادري زيت زيتون زيت زيتون. ترى وصفك مره مضبوط. صويا صوص. السكر. إيه. السكر. صويا صوص. يجي مع الاندومي. لا لا طعم طعم. لذيذ. تشيلي وتشيز. شيلي شيلي لابا. تحت اللسان في حاسه تذوق؟ اسالهم انا تسالني انا. ابى اعطيكم معلومه دحين حيقول لكم كيف تكونوا مثل عبد الله. لا انا بس انا مو عالم. انت ايش؟ انا عبد الله. اذا جاكم اي سؤال في مخكم افتحوا الجوال وروحوا جوجل. انا اي سؤال يجي في مخي ايه انت ما حتجاوبني هي. انت حقير. الان اسمع اذا انت جبت امها الان والله انك بطل. يلا 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 ها عض يعني ولا كله اكله. والله ايش رزيلوس امسك. لا تفك خلينا نشوف اللي تعرفها. انت عارف ايش هي حلو زي التويتس بس مو تويتس. مزبوط. بس ليش عرفت انه شوكولاته؟ الهيئه. ايوه الهيئه. طيب عبد الله عرف الهيئه. هل تعرف ما في طعم؟ ايوه هذه هي. كيف في حلا زي التويتس بس من جوا فاضي؟ اللي بيحمي انت عارف جد؟ لا حلا حلا مره شكله ذهب سويت كذا انت. ما يمديك تشوف اصلا. مره طلعت مشكله. طعمه ما في ميلكي واي؟ اشوى والله كان عليك والله اهبل والله شكلك غبي. امسح رساله امسح رساله امسح رساله امسح رساله والله والله ما عمره جاء في مخي. كندر سبرايز؟ اي كندر. انا عبد الله حيجيب حلا اللي بعده خليني اشوف. عبد الله عبد الله يلا الان يلا 3 2 حاسس بدي حاط شيء معفن. هذا حرم اللي جاي مو ذاك المره. بيني وبينكم شايف وجه عبد العزيز. عبد العزيز الحين متالم بس ما بيوريكم. اعرف هذا الوجه. يا الله عبد الله دمه ثقيل مره مره مو وقته قاعد يضيع وقتنا. اللي عبد العزيز حيذوقه هذا هو. عبد العزيز غصبني اجيب شيء ثاني. بالله جيب لي فلفل قبل انت. ايوه هذا. خذه خذه. لا تلمسه لا تلمسه لا تلمسه. ايش ده؟
زيتون؟ زيتون؟ عدب عدب. زبيب. والله كان عليك زبيب. يا فاكهة مجففة يا زبيب. اعطيني اجابتك. اعطيني اجابتك. بس هي المشكلة انه حاسة التذوق ما يمدينا نرسلها عبر الكاميرا. الكاميرا تنرسل الصوت. طب مو بالكاميرا نرسلها بالايميل. هذه اجابة. زبيب زبيب زبيب. تمر. جاهز؟ انا دائما جاهز. للمعلومية عبد الله يعشق شيء اسمه اي مشروب، يعني انت لو خيروك اكل ولا مشروب تاخذ مشروب. صح. برافو عليك، ادوا الجائزة. يلا. يلا 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 3 2 1 بس لا تبلعوا لا تبلعوا لا لا ما تبلعوا ما تبلعوا ابدا. مويه مره غريب يا اخي. مويه. جرمة ثاني. جرمة ثاني. جرمة ثاني. مويه. واو. مويه. كيف؟ مويه. مرة تبغى اسوي صوت الخنزير ترى حجيبه. يلا جيبه. اي سي خوف قدام. برافو عليك. يعني هذا الشيء يعتبر تنميل حاسه اللي يتذوق فيها الحاله. هذه حاطين فيها بخاره تلعب بحاسه التذوق. فكل ما تشتهي السكر تاخذ المنتج وتشوف وتاكله طعمه معفن، فمع المده طالع طالع بجبهتي خلاص سرح حبيبي. خلاص ان شاء الله عجبتكم الحلقه، لا تنسوا تسوون احلى لايك يا احلى ناس. وان شاء الله عجبتكم الحلقه الفوتز، اعطونا احلى لايك احلى سبسكرايب والعلوم الزينه يا احلى ناس. الله يسعدكم ريفوتز، ولا تنسوا كونوا كما انتم رائعين. واه سلام. ما حنروح من الشاشه الا ما تسوي سبسكرايب. والله شكله ما حنروح، شكله قاعدين. يلا خلاص ايش ورانا. يلا سبسكرايب الزر الاحمر اذا ما عرفته زي لون بلوستي. ها 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 ها. خلاص سبسكرايب يا بوي. خلاص يلا سلام عليكم.